هذه القصة ينضم إلينا من القصيم الدكتور حسان المقبل، وهو طبيب الباطنية وأيضا الذي اتجه للطب بعد إصابته بسكر الأطفال. دكتور حسان، صبحك الله بالرضا، أهلا وسهلا. صباح الخيرات. مرحبا. يا هلا مرحبا، صبحكم الله بالخير. يعني من جديد نبغى نتحدث معك عن هذه القصة من بداية اليوم الأول، بمعرفتك بإصابتك بأيضا السكري، وكيف بدأ هذا الحلم وتحول إلى حقيقة أن تكون طبيبا يعني يعمل بهذا التحدي لإيجاد حل لهذه المعاناة. تفضل. الله يسعدك يا رب. طبعا بالبداية أنا كنت ذاهب إلى الحج، ووقت الحج كانت عندي ظهور بعض الأعراض، من ضمنها وأنتم كرام الذهاب إلى دورة مياه بكثرة والعطش الشديد. فقال لي كذا واحد معي في الحج أنه لا رجعت حل للسكر، فكنت أنا مستغرب أنه كيف السكر يعني يجي الواحد صغير بالسن، وهذه برضو من ضمن الأخطاء الشائعة اللي عندنا، ما كنت أعرف أنه في نوع أساسا يسمى سكري الأطفال. لما رجعت من الحج ذهبت إلى التحليل وتم تشخيصي بمرض السكر. من بعدها فكرت أنه طبعا كانت بداية تشخيصي يعني بطريقة غير مناسبة، يعني الطبيب كان يعطيني بعض المضاعفات وقال لي أنه أنت راح تموت وأنه راح نقطع أطرافك وأنه راح تغسل يعني الكلى. فكانت صدمة لي. نعم كانت صدمة لي بالبداية جدا، يعني لو ما عندي سكر يمكن ذيك اللحظة جاني السكر من الصدمة يعني. بعدها طبعا انكرت، وهذه مشكلة انه لما الانسان يشخص بمرض ما كان متوقعه ينكر. فوصلت مرحلة الانكار ورجعت البيت، حتى الوالد كان يسألني قلت له لا الحمد لله ما فينا للعافية. بعدها باسبوع تقريبا ارتفعت علي حموضة الدم وتعبت ورحت المستشفى، فجاني طبيب باسلوب اخر وشرح لي الموضوع، شرح لنا الامر بسيط جدا. وقتها وصلت الان الى القناعة. فلما وصلت للقناعة الحمد لله بديت أتعايش مع المرض. صار عندي هدف أنه أنا أدخل المجال هذا، المجال الطبي، أبحث عن علاج للمرض هذا، لأنه قالوا لي ما له علاج نهائي، وبنفس الوقت أكون أنا اللي أوصل الفكرة وأنا اللي أوصل للناس أنه تشخيصك هذا بالمرض شيء بسيط، اللهم أنه نمط حياة صحي مختلف. وفعلا الحمد لله أشوف الآن بالمستشفى عندنا لما يتشخص مرض أحرص أني دائما أني أنا اللي أقابلهم، حتى لما يكون عند أحد من الزملاء أقول لا، أيوه أقول لا خليني أنا اللي بروح أبلغه. فلما أروح أبلغه أحاول أني أوصل له الخبر بطريقة يعني بسيطة، بطريقة لطيفة، بحيث أنه ما يكون مصدوم يعني زي ما انصدمت أنا سابقا. جميل.